جورجيوس ذو الاسم العظيم اخترك الرب يسوس شع ذكرك في الاقاليم تقدمت ايها المختار الى بتليديانوس واخذت كل الكفار بعلامه كريستا طروس راك بتليديانوس على وجهه كان نعمه جميلا في شخصك تضيء مثل النجمه فقال لك يا مختار انت من اي مكان انا ثلاثه اعوام ما رايت مثلك انسان فما حدك عني حتى اتيت الان تعالى واخبرني انت من اي مكان بحق يسوع ربك اخبرني يا انسان عن ابيك وجدك كان وزيرا ام سلطان فقال له جورجيوس انا ابن اناستاسيوس وانا عبد الرب يسوس كريستوس كبدك يا بلدنا ونسبنا في فلسطين وفيها مرفانا وفيها مقيمين فقال له جورجيوس تعال عبود الاوثان وبخر يا محروس وانا اكتب لك فرمان فقال له جورجيوس انا نسل الكرام كيف تامرني ان اعبود الاوثان امر بقليديانوس بتعتي بالقديس والاجنب قد عروا وضربوا بالدبابيس سبع سنوات عدة يقاسي في الاتعاب واحتمل كل شدة في محبة رب الارباب ثلاث ميتات قد مات على اسمه القدس وحبا في رب القوات المحيي كل النفوس وفي رابع موتى مضى بالذليل واخذ الشهادة ونال سبعة اكاليم ظفر بالنعمة من عند الرب القدس ونال اكليل الشهادة بطرس بقولوا جورجيوس السلام لك يا مطر يا قائد كل الفرسان يا من اجلك فز يا عباد الاوثان السلام لك يا قديس يا ابن اناستاسيوس يا حضر النفس يا عبد يسوس في كريستوس تفسير اسمك في افواه كل المؤمنين فالكل يقولون يا اله ماري جرجس اعنا